تاكتكس. هنتكلم على تكتيك الفريق. يس اوكي، جاست فور ذوز هو who were not there the previous day in 1 minute. Yeah, this is me, this is my work. هذا ملخص مسيرته او سيرته الذاتيه. عمل مع المنتخبات الوطنيه في بلجيكا. كان بالجهاز الفني بقطر. ايضا محلل للفريق المنافس. مهمته الرئيسيه هو تدريب المدربين، يعني المسؤول عن الدورات على مستوى دبلوم المحترفين او البرو. Which is the panel that makes quality control over all over Europe. So this is my daily environment, the men's and the women's teams. So I start from an example like what we did this week here in راح يبدأ من مثال بالشيء اللي سويناه بالورشة العملية. Just to give you an idea. حتى يعطيكم أمثلة وأفكار. For example, like build up against pressing. مثل موضوع اللعب تحت الضغط، لبناء اللعب تحت الضغط، الانتقال من حارس المرمى إلى ثلث الهجوم من أجل التسجيل. It must be very clear, and I take the example from our national teams. It must be very clear for yourself and for your players. فإذا كان هذا موضوعك لازم كل شيء يكون واضح بالنسبة لك. لازم شنو هي المفاهيم أو المبادئ الخاصة بهذا الموضوع؟ لازم تكون عندك مبادئ واضحة من أجل أن يستخدمها اللاعبين والمدربين وبلغة واضحة بحيث الكل يفهم. وأيضا هناك بعض المعايير اللي لازم تكون موجودة بحيث أنه يستخدمها في الوحدة التدريبية. If we want to build up from the back with our teams, هو أعطانا مثال إذا شفتوا بالورشة العملية على بناء اللعب من الخلف مثل ما تشوفون بالفيديو. هذا التشكيل الأساسي، عندك الحارس، 4 مدافعين و2 وسط، يعني 6 لاعبين زائد حارس مرمى من أجل جذب المنافس وخلق المساحة. Like you will see here, from these 6+2, finally help we get to the striker. Yeah, and this structure is the foundation of our build-up. هذا الشكل أو هذا التركيب هو الشيء الأساسي اللي تبني عليه لحد ما توصل 11-11. بس لازم تكون الفكرة واضحة. لازم اللاعبين يكون عندهم فكرة واضحة من أجل التطبيق. So, before going to the training sessions. It must be very clear that as a coach, you need to have a clear game. قبل ما تروح الوحدة التدريبية، لازم يكون عندك كمدرب نموذج لعب واضح. These must be translated into principles. يعني لازم يكون عندك فكرة تكتيكية عامة كبيرة واضحة تقسم إلى مبادئ ومبادئ فرعية. وتعتمد على إمكانيات اللاعبين. طبعا انا اخلي الافكار تتكيف مع قدرات اللاعبين وايضا ثقافه النادي واهدافه ايضا جزء من هذا نموذج اللعب. ايضا انا ممكن اعمل تكيف لهذه الافكار طبقا لفلسفه النادي او ثقافه النادي مثل برشلونه مثلا. Very important last point is it's all about when we talk about game model. There are different phases of the game. لما نتكلم عن نموذج اللعب في حالات مختلفة في اللعب. عندنا الاستحواذ، عندنا فقدان الاستحواذ، عندنا التحولات. When we talk about making training sessions more. لما نتكلم على أنك شلون تعمل وحدة تدريبية فعالة. لازم نسأل أنفسنا هاي الخمس أسئلة. كيف ممكن راح تعملها؟ How do you want your players to build up? يعني مثلا إذا عندنا بناء اللعب، كيف تحب أن يلعب فريقك بناء اللعب؟ بعدين تعملها أكثر تخصصي. ولازم تحط ببالك 4 أسئلة إضافية. من هم اللاعبين اللي تركز عليهم؟ ما الأشياء المطلوبة؟ وأين ومتى؟ إذا جاوبت على 4 الأسئلة الأخيرة،
تلقائيا راح تقدر تجاوب على السؤال الاول اللي هو كيف. وهذا مثال. راح نرجع لبرايتون بهذا الفيديو. الفريق الاحمر هو برايتون. تخيل الفريق الاحمر هو فريقك وتحاول تبني لعب. ماذا يعني بناء اللعب بالنسبة لبرايتون؟ كيف يستخدمون بناء اللعب وكل لاعب له دور خاص في بناء اللعب؟ طبعا اللاعب الأساسي هو حارس المرمى وأيضا خط الدفاع واللاعبين الوسط. ونشوف نرجع إلى 6 زائد حارس مرمى. You see what this one or four principles do? Six plus the goalkeeper. This is the basic structure. But what you see here, Chelsea is going to press with five. Ah, that is the when. شوف تشيلسي الفريق المنافس ضغط بخمسة. معناها نحتاج لاعب إضافي. فبالتالي نشوف اللاعب لاعب من برايتون عمل 7 زائد حارس مرمى. And what is the role of the strikers? وما هي أدوار المهاجمين الآن؟ المهاجمين ثبتوا المدافعين بقوا بمكان بحيث أن المدافعين ما يقدرون يضغطون. And then in RFA, this is the second principle. Find the free player. بالنسبة للاتحاد البلجيكي بمبدأ المبادئ أنه يجب أن تجد اللاعب الفارغ الفاضي الحر. لازم تلقى اللاعب اللي ما عنده ما عليه رقابة. Okay, perfect. And then it's bringing the ball to the final third. بعدين الانتقال إلى الثلث الوسط ثم ثلث الهجوم. Because that's the objective of building up. We bring the ball to the final. لأن هو هذا هدف بناء اللعب. الانتقال من الثلث الأول إلى الثاني إلى الثالث. Even this. This is part of the build-up process. We started to build up. We bring it to the final third, and حتى وجود الكرة في الثلث الأخير هو جزء من بناء اللعب. يحاولون يمررون الكرات. Like you see here, this player is marked. This player has a role. He covers this one. يعني حتى اللاعبين قلوب الدفاع اللي مبعدين عن الكرة عندهم أدوار ومحتفظين بمراكزهم. وأيضا كل اللاعبين مستعدين للضغط بعد فقدان الكرة. طبعا حتى لو نتكلم على بناء اللعب في مواضيع كثيرة مرتبطة ببناء اللعب. لهذا أنا الفيديو هو مثال للأسئلة اللي سألناها اللي هو من وأين وكيف من أجل الإجابة عن الأسئلة اللي ذكرناها سابقا. نشوف الدقيقة 54. إذا نشوف يمكن الفيديو ب 12 ثانية نشوف اللاعبين أدوارهم مراكزهم اختلفت. نحاول نشوف نلقى اللاعب الحر. بعدين التفكير بالانتقال إلى الأمام والبقاء متماسكين أو متقاربين قدر الإمكان. بعدين يوصل قلب الدفاع إلى خط الوسط أو شوي أعلى من خط الوسط. يعني عندك 25 ثانية. شفنا هذه الحالات كلها صارت 25 ثانية. هذا مثال ثاني لبناء اللعب. Sometimes people think our build-up it is always short like the one you see for Brighton. This is لأن بعض الناس يفكرون أنه بناء اللعب هو بس هو عن طريق التمرير القصير مثل ما شفنا ببرايتون. نشوف هذه الحالة بلجيكا ضد ألمانيا. Again you will see the players have to read this situation. Germany is pressing with 1, 2, 3. نشوف اللاعبين لازم يقرؤون ويحللون الوضع. نشوف 5 لاعبين ألمان واثنين إضافيين مستعدين للضغط. Maybe we have to find another solution. لما يكون عندنا 7 لاعبين ممكن لازم نحاول نلقى حل ثاني. حاولوا يجذبون اللاعبين الألمان
يعني 5 لاعبين إضافة إلى لاعب وسط really means وباقي اللاعبين في الآخر. six players with the long pass and sprint to support or receiving player. فلجأوا إلى الكرة الطويلة والمساندة السريعة. On this player here on the wing, he can go into depth or he can drop here. So we look طبعا for solution حسب ما there. تكون الكرة، ممكن رأس الحربة اللي ينزل تحت أو ممكن الجناح من أجل خلق المساحة. You get on the other side. نشوف انتقال إلى الجهة الثانية ومن ثم تسجيل هدف. And again here you see how we keep the dominating position. Look. If we lose the ball, they are ready. They are ready. نشوف الالتزام بالمراكز. لو فقد الفريق الأبيض الكرة نشوف أنه هم جاهزين للضغط على الكرة مرة ثانية. And the last example. وهنا المثال الأخير. Different possibility, different options. Also, this is an option. للحصول على خيارات كثيرة، هذا واحدة من الخيارات. They press very high. ليفربول ده يضغط ضغط عالي. Look for a long option and watch number 10. He's in support. He's ready. لعب كرة طويلة، رقم 10 مستعد للاستلام، عامل مساندة جيدة. It's not a goal, but it's a good example of. ما راح تنتهي بهدف، لكن مثال جيد لبناء اللعب. It must be very clear that you have to have clear guidelines for these different phases of the game, for the build-up, construction. For the middle part way where you infiltrate to the final third and for لازم تكون عندك مثل المعاني او مصطلحات واضحه لكل مرحله من مراحل بناء اللعب، ان يكون عندك بناء ومن ثم حاول الوصول الى المرمى والانهاء. لما يكون عندك نموذج لعب لازم تحضر انه انت شلون تحب يكون نموذج لعب وشلون تحب تبني. النقطة الأولى لما يكون عندي الكرة، يكون عندي منطقة لعب وأكون مسيطر عليها، أكون رايح للمنطقة الثانية وأحاول أوصل للبوكس بالمنطقة الثالثة. لو أنا أصلا الفريق الثاني ده يبني اللعب ضدي، فكيف إنه أسيطر على هذه المنطقة؟ وين راح يكون الديفنسيف بلوك، الدفاع وين يكون متمركز؟ ولما أحصل على الكرة شو أسوي؟ والتحولات بينهم لازم تكون واضحة أيضا. انت كمدرب اذا تريد تحدد نموذج لعبك لازم هذه تكتب بشكل واضح بحيث توصل للدي ان اي تبع الفريق او الحظ النووي والفكر الخاص بالفريق، فبالتالي تكون واضحه لكل اللاعبين شو هي ادوارك ولازم شو تسوي بكل لحظه من لحظات اللعب. This is how we have summarized it for the national team. هذا اللي مثل مختصر للفريق الوطني، المنتخب الوطني، and they are based upon these phases. في 10 مبادئ اللي هو بناء اللعب من الخلف والانتقال من الثلث الثاني إلى الثلث الثالث. Every concept and every moment of the game. So this is the big titles. This is the deep. فهذه مثل ما شفت المبادئ الكبيرة، وبعدين يتم تفرعها إلى مبادئ أقل. And then in the practice, I will go also to the second part. So first topic, progressive building up from the back. الموضوع الأول إنه هو التدرج بناء الكرة من حارس المرمى والمدافعين. Yes, 4+2, these 6 players. What we want? We want progression. We want. ونبحث عن الانتقال من منطقة لمنطقة، ونحاول نبحث عن تدوير الكرة بسرعة، تدوير الكرة بسرعة للوصول إلى أضعف منطقة أقرب إلى منطقة المنافس، أقرب إلى مرمى المنافس. هذا الفيديو مثال على ذلك. It's not linked to any level. Everybody can do this. هذه المبادئ ما مختصة بمستوى معين، كل الفئات أو كل المستويات ممكن أن تعملها. حاول أنه يحاولون أنه يحتفظون بالكرة، يدورون الكرة من أجل جذب المنافس، وبعدين الانتقال مباشرة إلى الأمام. فمو شرط أنك تدور الكرة من اليمين إلى اليسار، بس في فرصة للذهاب للأمام تذهب للأمام. أربع خمس تمريرات من حارس المرمى استطاع الوصول إلى الهدف وتسجيل.
They are ready. شوف تمركزهم داخل منطقة الجزاء أيضا جاهزين، وأيضا اللي بعيدين عن الكرة أيضا مواقعهم جاهزين، لو صار في حالة فقدان الكرة هم جاهزين للضغط من أجل الحصول عليها مرة أخرى. وهذه بعض الصور نشوف لازم شو هو الخيار الأفضل بالنسبة لاتخاذ القرار بالنسبة للاعب الآن مع الكرة. شوف تمركز اللاعب اللي على الطرف كان مكان جيد بحيث انه اثنين يطلعون برا اللعب. اي اللاعب اللي بالوسط لو استلمت الكرة ما راح نخلص من الاثنين اللي بالوسط الموجودين. فالافضل الخيار الافضل اللي يخلق اثنين ضد واحد بالنسبة لفريقنا هو اللاعب اللي على الطرف. وتخلق زيادة عددية 2 ضد 1 لفريق. بعدين هذا مثال ثاني على فريق الرجال. يعني هو بناء اللعبة هو جزء مكمل لباقي أجزاء اللعبة. نشوف إنه في خيارات مختلفة بالنسبة للاعبين. هنا بدأ بكرة طويلة، ومع الكرة الطويلة لازم يكونوا مستعدين للكرة الثانية. اثنين أو ثلاث لاعبين قريبين على الكرة، نشوف كيف راحوا إلى المرمى. من حارس المرمى استطاع تسجيل هدف بالجهة الثانية، لأن كل الأدوار واضحة للكل، وهذا لازم يكون مجهز في الوحدة التدريبية. لما الكرة تكون في جهة معينة لازم الجهة الثانية يكون في لاعب داخل البوكس من أجل الإنهاء. ممكن انتقال أو تدوير الكرة بشكل سريع. من نفس المباراة طبعا هذه جتي. And it starts all from beginning from the back. So كلها بدأت من طريقة واحدة، هو بناء من الخلف. طبعا بناء اللعب هو مو بس بناء لعب، هو الأهم شيء إنه الوصول إلى منطقة التسجيل. وحتى ينجح لازم تجيب على الأسئلة اللي من سيعمل، أين أدوارهم. هذا نشوف مثال ثاني. ضربة حرة، شوف كيف تبدي الهجمة. طبعا الفكرة انه كيف يضغط الفريق المنافس. هنا صار ثغرة، في واحد في الوسط فاضي. بالتالي تقدر تهاجم الثلث الهجوم. So this is built up, but فهذا بناء لعب. Because every player has a rule. The rule of the defenders. بس قبل هذا لازم كل لاعب مجهز لهذا بناء لعب. لازم يعرف أدواره، يعرف إن اللاعب الوسط دوره إنه كيف يسوي اتصال بين خط الدفاع وخط الهجوم. فكل لاعب عنده هدف معين او عنده دور معين. ولاعب الوسط كيف يعمل اسكان او يشوف الرؤيه حوله من اجل استلام الكره بشكل صح. هنا اختلفت الحاله، وصلنا لوسط الملعب، ايضا اختلفت ادوار اللاعبين. نشوف تحرك اللاعب كيف انه ذهب الى الخارج، وايضا لوكاكو دخل الى الداخل وسجل هدف. So this is build up like you see in the picture here. Attracting players, how many? تشوفون هذا بناء لعب يحاول انه يجذب المنافسين. اللاعبين لازم يقرون ويحللون الوضع ويقومون بادوارهم حسب الوضع. How to get this is a very important topic in football. واحدة من النقاط المهمة انه كيف يركض اللاعب بعيد عن رؤية المدافعين. You will see here an example. هذا مثال ايضا.
كيف توصل إلى خلف خط الدفاع الفريق المنافس، كيف لوكاكو تحرك بالعمق وغفلة من المدافعين واستطاع تسجيل هدف. شوف مثال ثاني كيف المهاجم ركض خلف خط المدافعين وتسجيل. This is important. This is the trigger for the striker. No pressure on the. هذه الحالة لاعب الوسط بدون ضغط هو إشارة للمهاجم أنه يستغل الفراغ من أجل استلام خلف خط الدفاع. فما في ضغط على الوسط معناها أنه أنا أروح خلف خط الدفاع واستغل المساحة الموجودة وإنهاء بشكل صحيح. The runs in the box. Why? How do we want our strikers to take position in the box? الآن كيف نريد مهاجمينا يضغطون داخل أو يتمركزون داخل منطقة الجزاء؟ They are watching the ball. نشوف قلوب الدفاع الآن يشوفون الكرة بس، فيحاول المهاجم إنه يتمركز بظهر المدافع. نشوف المدافع لم يعرف أصلا إنه وجود مهاجم وراء. بالتالي تمركز المهاجم أفاد كثير في التسجيل. فهو كان في المنطقة العمياء للمدافع فاستطاع التسجيل بسهولة. بالنسبة للمدافعين الركض خلفهم واستغلال المساحة خلفهم من أصعب الأمور اللي ممكن يواجهها المدافع. نشوف الركضة الأولى الركضة الأولى خلف خط الدفاع بالعمق، وأيضا هذه الركضة الثانية والوصول إلى المرمى. So these topics, فهذه المواضيع إذا تريد تشتغل على هذه المفاهيم الخططية لازم كل لاعب يكون له دور واضح ومفهوم بالنسبة لأدواره في كل حالة من حالات اللعب. والآن النقطة التحول اللي هو السلاح السحري في كرة القدم الحديثة. نشوف فريق الأحمر فقد الكرة، لا يوجد توازن، غير منظم، وهذه فرصة للذهاب إلى الأمام والانتقال بطريقة أمامية لاتجاه المرمى. So, second point. If you are convinced about, okay, my team tactic concept must be very clear. How can we train this? And this إذا أنت عندك أفكار تكتيكية واضحة، كيف تدربها؟ كيف توصل تدريبها؟ لازم تكون في طرق تدريبية معينة تستخدمها من أجل التدريب. Forget about all the analytical exercise because it's not game related. حاول انك تبعد عن التمارين الثابته او تمارين البسيطه جدا. لازم توضع التدريب او بيئه التدريب مشابهه للعب، تكون قريبه جدا من حالات اللعب. كل ما كان عندك تشابه مع المباراه كل ما كان عندك كفاءه اكثر في الاداء. فلازم نقرب بين بيئة التدريب وبيئة اللعب. مكان ما أن نوقف اللاعبين على العلامات وخليهم يمررون لبعض، لازم نسوي شيء مشابه للمباراة. لازم يكون التدريب في كل القوانين المتعلقة بالمباراة. كرة، فريق عند الكرة، فريق مدافع منافس له، وأيضا حارس مرمى، وأيضا يعني حتى ممكن أوفسايد يكون فيها. لما ما يكون عندك هذه الست نقاط قلنا عليها، تبعدت بالوحدة التدريبية عن المباراة، فأنت بعدتها عن حالة اللعب ووضع اللعب المطلوب. فكيف تحقق هذا الشيء؟ النقطة الأولى يجب أن تكون عندك التخصصية. أي شيء تسويه بالتمرين لازم يكون متخصص باتجاه واحد. نرجع إلى الأسئلة اللي في أربع W: Who, When, What, Where، أين ومتى ولماذا ومن يقوم بالعمل.
training we go from easy to more complex. I will give you some examples. النقطة الثانية التدرج هو مبدأ مهم، الانتقال من السهل إلى المعقد. And in our training exercises, by being specific, we will have automatically a repetition, a lot of repetition. لازم التدريب يكون تخصصي، ولكن التكرارات تكون موجودة. How you can make your training sessions. وهذه طريقة تساعدك بأنك تخلي تدريبك واقعي. Where do you want to work on? لازم أول شيء تحلل التكتيك الخاص بفريقك أو الموضوع. Coaching points for this session. لازم تحدد النقاط الفنية للموضوع مالك. ومن اللاعبين المسؤولين وشو هي الحلول المطروحة لهم من أجل تطبيقها. هذه أسئلة مهمة أيضا يجب الإجابة عليها. من اللاعبين اللي هم مشاركين بهذه المشكلة، وما هي المشكلة والحل، وين صارت ومتى صارت هذه المشكلة. فهذا يقودنا إلى التخصصين اللي هو جانب مهم في التدريب. It's up to you to make like 1, 2, 3. That's the maximum in one training to go. لما تحدد أو تجيب عن هذه الأسئلة، تقدر تقسم تدريبك لثلاث مراحل ممكن تكون من بداية إلى النهاية كتدرج بالانتقال من السهل إلى الصعب. Let's have a look how this work. If you need some intermediate forms, you can do this between. إذا كان عندك بعض الأشياء اللي هي قلنا اللي شوي بعيدة عن المباراة، ممكن تخليها متداخلة مع الشيء الأصلي، لكن ركز على وضع اللعب دائما في الوحدات التدريبية. لازم يكون عندنا الإدراك من خلال الرؤية وعمل سكان المنطقة اللاعب فيها، وين المنافس، وين الزملاء، أين الفراغ الموجود. فأي شيء يبدأ مع اللاعبين هم من خلال القدرة البصرية اللي يشوفون فيها كل شيء. هل شافوا المنافسين؟ هل شافوا الزملاء؟ هل شافوا الفراغ الموجود؟ بعدين يتخذون قرار على أساس هذه المعلومات. وين أفضل مكان ممكن أروح؟ هل أحرج بالكرة وأعمل تمرير أو أسدد؟ وبعدين أجي على التنفيذ. فبالتالي الإدراك أو القدرة البصرية مع اتخاذ القرار مع التنفيذ يصير عندك تلقائيا تحليل أو تقييم للحركة اللي قام فيها اللاعب. يعني مثلا أنت اللاعب في حالة فرصة محققة تسجيل وحاول أنه يلعب تمرير، فهل هذا قرار صحيح أو لازم يسدد، أو أنك تقرر تعمل الدريبل للحارس والحارس يمسك الكرة. وبالتالي تقييمك للحالة اللي صارت أو تقييم اللاعب للحالة اللي صارت المرة الثانية راح يشوتها، ما راح يعيد الدريبل المرة الثانية. وبعدين تبدأ العملية مرة ثانية بعد انتهاء الحركة، يبدأ بالسكان وأيضا اتخاذ القرار والتقييم. عندنا مثالين على بناء اللعب. راح نبدأ مع برايتون. احنا كلنا نريد نلعب مثل الفريق الأزرق. نشوف الفيديو. تفكروا بالأسئلة أنه من وماذا وأين ومتى، أي لاعب وماذا يفعل وكيف يفعلها من خلال التدريب. شوف فيديو قصير، شوف اللاعبين. It is not the right video. Just a moment. I take the right one. I made a mistake here. Just a moment. It takes 10 seconds to get him here. الحين بس أعطيكم الفيديو الصحيح دقائق. Because with this one, it's not so clear. So.
The mount. No, I don't get him. I'm not gonna lose the time. I'm gonna do like this. I'm gonna copy it from here. Because this is also from the same team. I can use this one. Sorry for that. I will put the right one in the final presentation. So it will be clear. So let's just watch this one. Okay, راح نشوف الفيديو هذا اللي متعلق بنفس الموضوع. So now it's the orange team. So the build نشوف الفريق اللابس اورنج، فريق لابس برتقالي، نشوف اللاعبين. نشوف الاشكال ايضا راح تساعدكم بالتمركز. إذا كانت فكرتكم بناء اللعب هذه كيف نحاول ندربها؟ Okay, I stop here. I show it again. نشوفها مرة ثانية. So this is how you want to build up. فأنت اختار لو اختاريت هذه الطريقة أنك تحب بناء اللعب هذه الطريقة. I will show you now about the three levels: easy, medium, more complex. إذا تحب تبني اللعبة بهذه الطريقة راح نشوفك ثلاث خطوات أو ثلاث نماذج من السهل إلى الصعب. راح نركز على قلبين الدفاع وعلى محورين الوسط وأيضا المهاجمين الاثنين. راح نركز على القسم في المنتصف. Second point, afterwards, we are going to bring the next level in. النقطة الثانية انك تكبر وتضيف الاطراف. Just a moment. Yeah. So we focused on the center, which was two central defenders. النقطة الأولى ركز على المنتصف اللي هم قلبين الدفاع، لاعبين الوسط، وأيضا رقم 9 ورقم 10. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أضفنا الأطراف أو الأجنحة لأنهم مشاركين. ما دام ضفت أجنحة لفريقنا لازم تضيف المنافسين، فهذا الجزء الثاني أو المستوى الثاني من الوحدة التدريبية. فنشوف مساحات صغيرة فمعناها تكرارات كثيرة. لحد الآن إحنا ما أضفنا حارس المرمى مثل ما لاحظ. بعدين نروح للمستوى اللي بعده. Animations, sorry, that's what I needed. And then we go to level 3, where we see, okay, we started with this one. We started with these six players. نشوف احنا بدينا بنجس اللاعبين قلبين المرمى، بعدين ضفنا الأجنحة، بعدين بالنهاية ضفنا الأجنحة والظهيرين في الفريق المنافس وصارت الصورة كاملة. واحنا نحاول نبدأ من حارس المرمى ونلعب 11 ضد 11. بدينا من الجزء هذا او القسم هذا، بعدين اضفنا الاجنحه والظهيرين. Maybe we change the format of the opponent where the two midfielders maybe they decide one to go up and one. بعدين غيرنا تشكيل المنافس اللي ممكن يتغير تمركز لاعبي الوسط. ما كانوا يلعبون على خط واحد، يلعبون على خطين مختلفين. أو مثل ما شفنا. بعدين بالنهاية نوصل للصورة الكبيرة. الآن بنينا خطوة خطوة. ونركز على الأسئلة اللي هو من اللي مشارك وماذا المشي اللي اريد احققه. So this is now a question for you. Unfortunately we are online, we cannot do and ask your questions, but هذا سؤال لكم. Can you now make the link
from the team tactics, your ideas, to the training sessions to help your players to take the right decisions. أنا كيف تقدر تعمل اللينك أو الربط بين تكتيك الفريق وحدتك التدريبية؟ أو كيف تجهز لاعبيك لاتخاذ القرار المناسب؟ اللاعبين لازم يتعلمون أن يأخذون المعلومات البصرية من أجل أن يختارون القرار المناسب وينفذوه بشكل صح. الآن بنشوف مثالين مختلفين. راح أركز الآن أن الكرة عندي عند حارس المرمى وأحاول أبني من خلال المنتصف بعيد عن الأطراف. نشوف 5 زائد حارس ضد 4. If you play two central defenders and a triangle in the midfield, you have your 5 players and the goalkeeper. The opponent عندك قلبين دفاع ومثلث في الوسط. المنافس عنده 3 مهاجمين ولاعب وسط. وتختلف باختلاف المنافس. هاي ممكن تكون بدايتك الأولى لهذا. You can make it more difficult. ممكن تصعبها. I play with 4-1-3-2, so I have not 3 players in the middle, I have only 2. So then you play like ممكن تغير السيستم يعني. One defensive, one offensive midfield. نظام اللعب تحول إلى أكثر صعوبة، تخلي 4 في الوسط بس. فبالتالي يكون عندك قلبين واثنين بالوسط. بالنهاية تعتمد على نظام اللعب اللي أنت تلعب فيه. Second step, we bring in the wing players. النقطة الثانية نجيب لاعبين أطراف الأظهرة. لحد الآن بالوسط أو بالمنتصف عندنا نفس التنظيم، لكن ضفنا الأجنحة بس. نلعب 6 ضد 6 زائد حارس مرمى مع 3 أهداف صغيرة. الثلاث أهداف الصغيرة تمثل المهاجمين، هل نستطيع إيصال الكرة للمهاجمين؟ You can make it. You can help them a little bit more. Again, here you see, I have again 3 midfielders instead of 2 here. أو نبقى نقدر نحافظ بثلاث مهاجم، 3 بالوسط بدل 2. طبعاً نرجع ونقول اعتماد على نظام اللعب اللي مختاره المدرب. تعتمد على أفكارك وتنظيمك وإلى ماذا تحب كيف تحب أن تلعب. You need also to take into account what is the opponent doing. أهم شيء المهم لازم تحطه ببالك إنه كيف يلعب المنافس. أيضا هذا جزء مهم لأجل أنك تستطيع أن تحقق هدفك. I also wanted to add something very specific. For example, هذا الشيء أيضا تخصصي جدا. أنا يعني مباراة مصغرة تخصصية جدا. هذه متعلقة بالتحضير المباراة أو بخطة المباراة. نشوف نفس التنظيم للمدافعين والمثلث في الوسط. نشوف 7 مع حارس مرمى ضد 7 لاعبين من الفريق المنافس. هذا ممكن يكون خيار. نروح باتجاه بعدين نغير اتجاه اللعب إلى جهة ثانية. هنا راح نشوف كيف ندربه في الوحدة التدريبية. نبدأ بجهة وننقل الكرة إلى الجهة الثانية وبسرعة. إذا ما نجحت نرجع إلى الخلف ونحاول ننقل الجهة الثانية مرة أخرى. نشوف أن الضغط تم كسره ووصلنا مع On the other side, there are the strikers working on crosses. نشوف إنه هنا المدرب شغال مع مجموعة من اللاعبين والجهة الثانية من الملعب فيها المهاجمين، لأنه بهذا الفورم المهاجمين غير موجودين بهذا النموذج. Because in that game we played Romania, they were like you see here the blue team. بهذا الوحدة تدريبهم اللي حضرون لرومانيا اللي هم رومانيا كان عندهم نقطة إنه يتحولون أو يرحلون بشكل كبير للجهة الثانية، فقرروا أن يغيرون اتجاه اللعب، وبالتالي يجذبوهم إلى جهة وتبقى فراغ بالجهة الثانية من أجل استغلال اللعب إلى الخلف وتغيير اتجاه اللعب بسرعة.
هذا اللي سويناه شريك الفريق المدافعين، مدافعين لابسين برتقالي يحاولون يصلون إلى قلب الدفاع بجهة معينة، إلى الظهير في جهة معينة. بدأنا من جهة اليسار، حاولنا نروح إلى جهة اليمين لكن لم تكن سريعة كفاية. هذا الشيء خلى الفريق الأسود يحاول يضغط مرة ثانية، فبالتالي الفريق الأسود رحل من جهة الكرة. هنا نحاول نوصل إلى الجهة الثانية بأسرع ما يمكن. نشوف رجعنا بتمريرة إلى الخلف ومن لمسة واحدة انتقال إلى الجهة الثانية. هذا اللي ممكن نسويه في هذا الوضع الخاص جدا، كيف انك تكسر الضغط. From this coating you see Romania is the yellow team when they are all going to one side and the other side they leave open. نشوف الروماني والفريق الاصفر، وهذه المعلومات جت من التحليل هذه المباراة. نشوف ان الفريق الروماني يرحل بشكل كبير على جهة الكرة. And now I want to introduce the twin topics. الآن نتكلم عن شيء يسمونه twin topics أو المواضيع المعاكسة أو المواضيع التوأم، كيف تدرب الفريقين. شو معناها؟ If you work on build up from the back, معناها إذا تشتغل بناء اللعب من الخلف ممكن تعملها بشكل فعال أكثر إذا عملت مع الفريق الثاني الضغط العالي. Build up means you are going to build from behind. فبناء اللعب معناها أنك تبني من الخلف. إذا كان الضغط أمامك غير فعال ما راح يكون عندك مقاييس أو معايير عالية من أجل الوصول إلى جودة عالية في بناء اللعب. How can you do this? فنشوف مثال لهذا الشيء. So I start with a positional game. We call it a positional box. It's like a rondo, but it's not in a. نبدأ في شيء مثل الروندو يسمو positional game، يعني لعبة تموضعي حسب المركز. نشوف تقسيم الملعب إلى ملعبين، اللعب 5-4. Can you play through and can you score in the mini goal? But you first need to give 5 passes before you can score in the mini goal. لازم المرحلة الأولى أنك تلعب 5 تمريرات من أجل التسجيل في الأهداف الصغيرة. لازم اللاعبين يكونوا التمركز جيد بحيث انه يدورون الكره بشكل صح. أعتقد في مشكلة في من عند كريس. يعني؟ هو حسب اللي شفته. هو طلع من الزوم. أعتقد صار عنده فصل أو شيء عنده. فاصل لابن الإنترنت لأنه. هو طلع من الزوم. الحين بنكمل نشوف شو القصة. اوكي كباتن، دقائق ها دقائق، واعتقد المحاضرة صار عندها مشكلة بالاجتماع بالانترنت، فبس يرجع ان شاء الله نكمل.
You hear me again? We lost contact. So? Yes, we can hear you, Chris. The hotel, the connection was broken. So it's okay. I share my screen again. All right. Did you still hear this explanation? Yes, we are okay, I think. Yeah. Okay. Yeah. Good. So I repeat, twin topics means you have your main okay. topic for your team. نتكلم على المواضيع التوأم أو المواضيع المرتبطة ببعض. يعني ممكن أدرب فريق على موضوع معين وأدرب الفريق الثاني على الموضوع المعاكس له. مثل ما شفنا بناء اللعب والضغط العالي. نحاول الفريق الأزرق تشوفون يحاول يضغط ويضغط ويسجل هدف. فمعناها لو ضغطوا وخذوا الكرة سجلوا هدف معناها عملوا عمل جيد. النقطة الثانية حاول أجمع الصورتين أو الملعبين مع بعض. نشوف بالجزء الهجومي. نحاول الفريق الأحمر أن يوصل للجزء الثاني. الفريق الأزرق يركز على الضغط العالي. يحاول على إعادة استحواذ الكرة. يحاولون متقاربين جدا. يحاولون يكونون فعالين بالدفاع. والحصول على هجوم مرتب. يعني الفريق الأزرق يحاول يعملها يعمل صعوبة على الفريق الأحمر. الفريق الأحمر يحاول إنه يمر عبر أثلاث الملعب للوصول إلى منتصف إلى نصف ملعب الفريق المنافس. إذا أنت عند مدربين بالفريق فهذا جزء مهم جدا إنك توزعون الأدوار والمسؤوليات بين المدربين الاثنين. فأنا المدرب الفني والمساعد كل واحد يمسك فريق ويحقق الهدف المطلوب. احنا نحاول ان نسهلها للفريق الاحمر انه صاروا اكثر عدد من الفريق الازرق نريدهم ينجحون بناء اللعب بس بنفس الوقت احنا نركز على الفريق الازرق انه يعمل هاي بريس. فنشوف الجزء الاول هو 5 ضد 4 مثل الصوره الصغيره الاولى اللي بدينا فيها. اوكي دقيقه بس. Yes, thank you. Sorry for that. Was the laundry service? They bring my clothes back because I have to leave this evening. So you have this situation 5-4, and you see it coming back here. Okay, شفنا 5-4 بالجزء الأول وبالطور الكبير أيضا نفس الوضع 5-4. فبنحاول نسوي بناء لعب الفريق الأحمر والوصول إلى التسجيل. وبالنهاية نروح على الوضعية الطبيعية. 9-9 وحارسين مرمى 9-9 ذات راس مرمى. Two midfielders, three strikers. They play in the same structure, so both of them can work on the both topics. فبالتالي الفريقين يلعبون نفس التنظيم. فريق الأحمر يركز على بناء اللعب. فريق الأزرق يحاول يضغط. وبالعكس لو حصل الكرة الفريق الأزرق الفريق الأحمر يبدأ بالضغط. فموضوعين ممكن يتم تغطيتهم. كل ما ركزت على هذه المواضيع انك تدرب موضوعين متعاكسين كل ما كانوا اللاعبين فعالين بحضرات المباراة. هذا السلايد الاخير اللي راح اقدمه واذا في اسئلة تفضل. الإنسان تقدر تتحول عنده إذا في أي استفسارات أو هاي عن شو؟ أوكي بس إذا أنا أسمع السؤال حتى أسأل هي. هي على راي سام تبعت اللي عنده أي سؤال أو. Can I ask something? No, على الأوريجينال مو هيك مو أفضل. Yeah. Okay. Vladimir. Vladimir Ivanovich. Yeah. Yeah. Can I ask, you told us that you cover only 5 points, first point, and you said that another 5 will be when? Is this is not a question for me.
I thought that you told that it will be tomorrow. For that, I was... Tomorrow, I will be in Belgium tomorrow. Okay, okay, just misunderstanding then. Okay, thank you. Yeah. Okay, Mike, Captain. كراتين إذا حد عنده أي استفسار أو سؤال عن الموضوع يفتح من عنده. أوكي كده السؤال. كريس، can I ask you something? Yeah. About Twitter topics. Can we use it in normal days, or it's better? Or it's something help us in like two games in a week or short period of time. What do you prefer? If you have long time, you use the twin topics or you use the classic way? The always the twin topics. Always. Yes. Okay. Because and we had there was one of the coaches English from England coach yesterday, a young coach. He was with Gradimir. He was next to him yesterday, and yeah. He asked the question about, when you work with your team and you work on both of them, they cannot be successful both, and that's true, but that's the reality of the game. If one of the teams is not defending very well, you are going to play through, so you can see that they don't defend well, so you can help them to do it better. But it is really necessary that they do it very well, because that's the best opportunity to evaluate the building up from the other team. Because if they do not press properly, you think we can build up, but you can build up against a team that doesn't make the right press. Yeah. So we really tried, and of course it's when you are alone as coach, it's not always easy. Because you cannot observe everybody, and that's when you are two coaches, absolute priority. Every coach takes one role, and you start working on the different phases of the game. You have the ball, that's what we do. You don't have the ball, that's what we have to do. Yeah, as you said, more similar to the game. Sorry, as you said, it's like more similar to the game. That's exactly what we are looking for. Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, because then you also see on the training who can do it in the best way, and these are the guys that you need in the game. Yeah. So if they want to show that they can, that they must be starting player, they have to show it on the training session, because we simulate the game on the training session. So it's up to them to show that they can apply our team principles. Okay, perfect. I just say it in Arabic to Captain Hazem. أنا بس سألته إنه تكلم على التوين توبيك. قلت له تعال لأنه الفترة قصيرة ولا أنت تحبها دائما. يقول أنا دائما أسويها. دائما أسوي التوين توبيك لأنه يعطينا واقعية أفضل للمباراة. لأنه راح تخلينا تشوف اللاعبين من المستعد أفضل. وبنفس الوقت إذا أنا عندي موضوع هجومي راح أشوف مدى أو أقيم مدى فعاليتهم إنه لو واحد ضغط عليهم بشكل صح إنه يسوها بشكل صح من المباراة. And just to give you an idea, because maybe it's not 100% clear, but these are the twin topics. This is how it works. So here, so number one is the twin topic of number five. Number two is the twin topic of six. So okay. if you have, for example, one of your ideas is this one, how to make runs in the back of the defense. Yeah, the other team, what about defending these runs in the deep? Yes. How can we defend these deep runs? So it's always very functional for everybody, because it's like in the game, you are dealing with the same situation as the game. In some games, the opponent they will try to get into your back. So how are you going to deal with that? So here you can really find the
find these topics where how you can do this. Yeah, okay. شباب أتكلم إنه دائما لما يكون عندي موضوع لازم يكون عندي موضوع مواجه له ومعاكس له, لحيث إنه أنا إذا عندي ركض خلف المدافعين جات العمق لازم أدرب فريق المدافع كيف يتعامل مع هذا الشيء إنه ممكن يواجه في المباراة. وبنفس الوقت هو فائدة للمهاجمين إنه عشان يتعاملون مع ضغط صحيح أو ضغط فعال. اوكي, any questions؟ شباب اللي عنده سؤال إما يدخل مباشر يسأل أو يكتب على الشات, ما في مشكلة نقرأ من على الشات. Can you hear? Is it a question for me? Because I don't. We just check. I just heard. Yeah, it was Arabic, so no problem. شايفن إبراهيم كبار. نعم. ما نسمعه. كأنه عنده سؤال. William. لا أنا تركت الأسئلة لدينيسون للكابتن دينيسون. دينيسون عم بيدور على جعفر هذا ما بلاقي. أوكي. كريس يا وسام كده سألوا لي لو عملنا دربت فريق على الكاونتر أتاك على الهجمة المرتدة وحصلت الفريق الثاني بيلعب الدفاع المتكاتف في الحالة دي يعمل شنو؟ أوكي, فريق يعمل هجمة مرتدة, فريق الثاني لا كابتن دفاع زون كابتن. ما دام فريق الآن يلعب مرتدة لازم تلقى موضوع معاكس له. So we talk about choosing the opposite topic, not choose different topic. Yes, because it will not work. If you take different topics, yeah, like if I want to coach a team counter attack, and the other team to be compact and defending third, it doesn't work together. Yeah. Yeah, but that's exactly what you need, because that's what the opponent, and that's what they have to learn. And if they see if the other team stays compact, there is always another solution, because if they stay compact in the center, you try to go on the sides. Yeah, but this is what's happening in the game. You cannot tell to your opponent, this is what you have to do to make it easy for me. So yes, that's why of course you need some experience in the beginning. They will say, oh, what's happening? But that's why we make the level of 1, 2, 3. So remember, we make first easy, we give them two players more, for example. If you put them in a priority or in an advantage situation, it works. If they do the things properly, it will work for sure. Yeah, but if we have a training session like yesterday, where the players, they have fatigue, they cannot run, they are not concentrated, yeah, then you can do anything. Then it never works. اوكي, طبعا اول شيء كابتن ابراهيم انت لما تختار المواضيع لازم تكون مواضيع مرتبطه ببعض, يعني مثل ما قال بناء لعب ضد هاي بريس. لما انت تبي تدرب فريق الهجوم المرتد, الفريق الثاني لازم يصير الدفاع ضد الهجوم المرتد. اوكي, المواضيع لازم تكون مرتبطه مع بعض. بالنهايه هو فكرته انه لازم نخليهم وضع مباراه وجوزيه بالبدايه تكون فيها شوي صعوبه, لهذا احنا نقسميها من السهل شوي اصعب لوضع المباراه تدرج يعني. بالضبط, اي, ويحتاج لها وقت عشان يتعودون اللاعبين عليها. نعم. كابتن نسام في سؤال على الشات. ايه تفضل. كابتن عبد الرحمن العمري. ايه, من عمر كم من وجهه نظره يبدا تعليم اللاعب على التكتيك؟ اوكي, سو وي هاف ا كويستشن اون ذا شات ذات from what age it's like a good age or the proper age to learn the player tactics, game tactics?
I can only answer these questions if they can explain me what they mean by tactics, because there is a huge problem about terminology. Yeah. So from the moment in Belgium, from the moment that we play five against five, yeah, we use tactics, but we use team tactics for playing in a team of four plus goalkeeper. Yeah. And I can show these tactics. There are only five or six because it's about what? They are very young. What do they have to learn as tactics? When I have the ball, we go open. We create space, open, width, and depth, because they play in a triangle, in a double triangle, in a diamond. So they have to learn how to open up, how to create space. So these easy tactics from the very beginning, because what does it mean, tactics? You cannot use tactics in the sense of strategy. That's the game plan. For kids, no game plans, just tactics. And tactics means, what is my role as an individual player to play in the team? How can we play together? Yeah, I will put the team tactics in the slides for the 5v5 and 8v8. Then they can see how we move it up from easy team tactics to medium to 11v11. Here, I only talked about 11v11 team tactics from under 14. Okay. طبعا هو ده يقول أو شيء من الجواب على أساس السؤال لازم أحدد التكتيك شنو وشو معناها. لأنه التكتيك فشي كبير. إذا التكتيك هذا معناها يقول إنه إحنا نلعب أربعة وحارس خمسة. منهم هو صغار الخمسة ينطوهم شيء من التكتيك. إنه لما عندنا الكرة نفتح، لما نفقد الكرة نرجع وننضم. هذا جزء من التكتيك، لكن هل هو استراتيجية؟ هل هو تحضير للمباراة؟ الصغار ما في تحضير مباراة. لما أوصل 11 ضد 11 يلا أصير تحضير مباراة. لكن الصغار يلعبون 4 5 هو بس يعطي دوره التكتيكي ضمن الفريق. يعني لما نفقد الكرة شو نسوي؟ لما ناخذ الكرة شو نسوي؟ أوكي، فالأشياء مختلفة يعني ما هو مشابه. Chris, another question. We talk about twin topics about set of place. So we can do it in the set of place too. Yeah, 100%. Exactly. Absolutely. This is a very good remark. And you need to do it because it doesn't make sense to do set pieces without defenders. Yes. Yeah. And for example, if you play, that's one of the topics we are going to do with the pro course here next month. What about set pieces, offensive and defensive? That's one thing. But for example, if the opponent is defending in zonal approach or man marking, what's the difference for yourself and the other way around? If you have to defend, how do you defend? Zonal marking or man marking or mixed marking, and how are you doing it? And how do you adapt? How can you adapt to different scenarios, like short corner kick, for example? Yeah. All these things. It's really the approach of twin topic brings you to the real game. Okay. أنا سألت كباتن سألت إنه هل هاي twin topic نقدر نستخدمها بالحالات الثابتة؟ فهو قال هذا الشيء مهم إنك تستخدمه بالحالات الثابتة، إنه تدرب الدفاع والمهاجمين بنفس الوقت. الشغلة الثانية إنه لازم يكون عندك تنوع، لأنه الفريق اللي أمامك إذا أنت كنت مهاجم ممكن يلعب ميكس، ممكن يلعب زون ديفنس، ممكن يلعب مانتومان، لازم تتعامل مع الثلاثة. ولو كنت مدافع تتعامل مع الكرات على العمود القريب وعلى البعيد وعلى الكرات القصيرة. فكل شيء لازم يعني يغطى بهذه الحالة. Very good question. Thank you. كابتن رضوان هون عم بيقول تكتيك في كرة القدم. شوف المودرن فوتبول. Okay, correct. It's about tactic. كل كرة القدم صحيح كابتن رضوان. لكن التحضير للمباراة بفرق.
تكتيك بيبدا من واحد ضد واحد. كباتن حدا عنده اي استفسار او سؤال؟ اوكي كابتن حازم. اوكي ننهي. اوكي كريس. اوكي مستر كريس. No more questions. Thank you very much for your time, for your attendance, for your presentation, and hope to see you soon again. Okay. Thank you, Mr. Chris. It was a pleasure to be here. So I'm always happy when I can share with coaches, because that's part of my DNA. Yeah. So I hope that they enjoyed it and they learned something from it. When I hear the last question, this is a question by a coach who really understood the whole concept. Yeah, okay. And that's what if you want to make progress as a coach, these are the steps that we have to do. How can we bring our training session as close as possible to the game? Because then you have a transfer. What they do on the training, they will do on the game. Yeah. Yeah. So interesting. Yeah. If you make them play against mannequins in the game, they don't play against mannequins. The mannequins don't move. They don't regain the ball. The opponent in the game, they close the spaces, they move, and they do a counterattack. The mannequins, they do nothing. They stay. That makes sense. Thank you. Thank you. Mr. Chris. Captain Rizwan. The presentation was very good. One of the best what I was attending. Yeah. And Captain, I think Rizwan, that all the messages was very, very clear. And also for yesterday's, thank you. We could learn. If it is clear, it means that you are an intelligent coach. You understand. I think also that you have presented very well and very, very on very easy way. Yeah. That's the one of the best what I have attended. But I can tell you one thing, and that's why I focused on it today in the beginning. If the concepts that you want to see on the pitch, if these concepts are very clear for you, you can explain them in an easy way. And that's why you have to take your time to write down what you want, how do you want to do it. If you cannot explain it in an easy way, that means that it's not very clear for yourself. And then it will never be clear for your players. Yeah. Coach Chris. Aaron. Yes. Yeah, please. I have only like this way for the last question, please. Now, what do you think about the gag method and the meme method and this analytic method? And now, could you think that there are another way to make training for player to make it more easy for them to understand? Because we speak about football, it's mean, like what I say before, that tactics start from 1v1 to 3, to 11v11. And now, this way is very good. Yeah, but it's very good. I can only say that for me, it's very clear what is the most effective thing, because there is the main idea. Football is a brain sport. It's all about decision making. Yeah. So every training activity where you ask your players to make the decisions by themselves based upon what they see and what is happening is a good method. It's like I always compare it with fast food. If you eat fast food every day, it's bad. If you do analytical exercise every day, it's bad. Yeah, because there is no decision making enough. But if you want some repetition to work, for example, on the quality of passes and quality of crosses, one analytical exercise, it's not bad, not at all. But then you have to make the transfer to put it again in the game situation. Mm-hmm. So you don't have to exaggerate and say, this is only good. No. What is necessary is, in your training activity, do they have the decision-making like in the real situation? If they have this, it's okay. Yeah. And we talked about it this morning. We had some fantastic sessions with the students. They presented their thesis about tactical periodization.
How are you bringing your tactics in your week schedule? About scanning. Everything is based upon scanning as a player. If you don't see it, you cannot find the good solution. So that is one of the other parts. How much time do you spend as a coach with your players about the importance of take the information and turn around, look around you, take the information, because this will help you to make the good decisions. Okay. Thank you. Thank you. Abdel Maghrib. Mr. Chris. Okay, thank you again. See you عندك الهوست من عندك انهي شكرا جميعا على الحضور تبعك. Thank you very much for the coaches. I see you back in November. I come back in November for the final assessment of the pro course. Looking forward to that. Thank you. Bye bye. Thank you one more time. شكرا جميعا كما تنمو.